احتجاج بصمت واستقبال فاتر وإدارة للظهر، هكذا استقبل الطاقم الطبي رئيسة الوزراء البلجيكي صوفي ويليامز أثناء زيارتها لمستشفى سانت بيتر في بروكسل. وشكل الموظفين سلسلتين بشريتين حول الطريق المؤدي إلى مدخل المستشفى، وأداروا ظهورهم عند وصول سيارتها إلى المكان الذي شكل مركزا أساسيا في معالجة المصابين بكوفيد 19 منذ أن بدأ اجتياح الوباء في العالم. وبين الدول الأكثر تضررا سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة بعدد السكان، وذلك بمعدل 78 وفاة لكل 100,000 مواطن، تليها إسبانيا ثم إيطاليا المملكة المتحدة وفرنسا بعدها. نتابع الفيديو.